بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث حصل في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وهو مريض عليه الصلاة والسلام في مرضه اللماء الذي مات فيه، وجد من نفسه خفة فقام وأزاح الستارة التي بينه عليه الصلاة والسلام، ففرح الصحابة لما رأوه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أوصاهم بهذه الوصية: أي أيها الناس، إنه لم يبق من المبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، لأن الوحي قد انتهى، هذا فيه إشارة إلى نهاية الوحي وإشارة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، فالوحي انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولن يبعث بعده نبي، انقطع الوحي، لكن بقيت الرؤيا الصالحة، الرؤيا في المنام التي يراها، وهي من المبشرات، وهي من المبشرات، وهي جزء من 40 جزءا أو أكثر من النبوة، فهي من المبشرات، الرؤيا الصالحة الحقيقية، وليست أضغاث الأحلام وليست الهواجس، وإنما هي رؤيا تأتي على يد الملك، تأتي على يد الملك، ملك الرؤيا. فالرؤيا الصالحة فيها بشارة وقد يكون فيها إنذار. نعم. يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم لنفسه أو لغيره، أو ترى له، يراها له غيره، فهي من المبشرات. ولذلك يقولون: الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا تسر لأنها بشرى، ولا تغر الإنسان إذا رؤيا له رؤيا طيبة، لا تغره وتكسبه نوعا من الإعجاب. نعم. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهيت يعني نهاني ربي أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالقرآن إنما يكون في حال القيام في الصلاة، وأما الركوع فإنما هو تسبيح، وكذلك السجود تسبيح لله سبحانه ودعاء. نعم.
وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. عظموا فيه الرب، قولوا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني بعد قول سبحان ربي الأعلى فإنه يكثر من الدعاء في السجود لأنه مظنة الإجابة. فالركوع ليس فيه دعاء وإنما هو تسبيح، وأما السجود فهو مع التسبيح يدعو. نعم. وللبخاري عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه إذا رفع رأسه من الركوع يطيل القيام بعد الركوع ولا يبادر بالسجود بعد الاعتدال، وإنما يقف ويأتي بالذكر الوارد في ذلك: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. وعن أنس قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني معناه يطيل، لأوهم يعني يطيل القيام بعد الركوع ويطيل الجلوس بعد السجود حتى يظنون أنه نسي. نعم. من طول قيامه ومن طول جلوسه بين السجدتين. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، يجمع بينهم، وأما المأموم فلا يجمع بينهما وإنما يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. نعم. ولمسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. هذا من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يساوي في الطول في القيام بعد الركوع وفي قيامه من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية كان يطيل القيام قريبا من السواء. نعم. وفي رواية لهما فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. نعم. كان يساوي بين جلساته صلى الله عليه وسلم ولا يستعجل في جلوسه بين السجدتين، وإنما يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر ما يأتي بالذكر الوارد في ذلك. نعم. وله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف،
وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. نعم، هذا بيان القنوت الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في حال النوازل، يدعو لقوم من المستضعفين ويدعو على قوم من الكفار المعتدين. نعم. وله عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. نعم، القنوت في المغرب لأنها وتر النهار، وفي الفجر في صلاة الفجر لأنها آخر صلاة الليل. نعم. وله عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ نعم، هذا دليل على فضل هذا الذكر بعد الركوع، وهو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة الحفظة يبتدرون كتابتها، وذلك لعظم هذا الذكر. نعم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم، كان إذا صلى يعني سجد فإنه يرفع يديه ولا يفترش ذراعيه على الأرض، يرفعه ويجافيها عن جنبيه فلا يلصق يديه بجنبيه وهو ساجد، وإنما يجعل بينهما انفتاحا. نعم. ولهما عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم، هذا فيه النهي عن افتراش الذراعين في السجود، وإنما يرفع ذراعيه بأن يجعل مرفقيه على ركبتيه ويجعل كفيه مبسوطتين على الأرض. نعم. وفي البخاري وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. نعم، إذا انحط للسجود فإنه يضع يديه قبل ركبتيه. هذا اختلف العلماء فيه، هل هو لكل أحد أو هو للعاجز وكبير السن أنه يضع يديه قبل ركبتيه على الأرض. بعضهم يقول هذا سنة لكل أحد، وبعضهم يقول لا، هذا للكبير والمريض الذي يحتاج إلى الاعتماد على الأرض حينما ينحط من القيام، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. وعن جابر مرفوعا إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وله معناه عن أنس ولا يفترش على الأرض يعني يفرش ذراعيه على الأرض، وإنما يرفع ذراعيه ويضع كفيه على الأرض. نعم. وعن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. نعم، هذه صفة وضع اليدين والركبتين. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا رفع يديه قبل ركبتيه، هذا في حال قوة الإنسان، أما إذا ضعف واحتاج إلى الاعتماد على يديه فلا بأس أن يفعل ما يحتاج إليه من ذلك. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل،
وليضع يديه ثم ركبتيه. ولا يبرك كما يبرك الجمل، لأن الجمل يبرك على ركبتيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه ثم ركبتيه ثم ركبتيه، ولكن في بعض الروايات يضع ركبتيه قبل يديه، والوضع في هذا اختلفت فيه الروايات، ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا احتاج إلى أن يضع يديه قبل ركبتيه فلا بأس، وإذا لم يحتج فإنه يضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير أول ما يضع حينما يبرك من قيامه يضع يديه قبل ركبتيه. نعم. وقال الخطابي حديث وائل أثبت من هذا. نعم، وهو أنه يرفع يديه قبل ركبتيه، أنه يضع ركبتيه قبل يديه. نعم. وروى الأثرم حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. نعم، الأثرم من أصحاب الإمام أحمد وهو محدث له رواية في الحديث يعطي أنه يضع ركبتيه قبل يديه. نعم، حينما ينحط من القيام. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام.